اوكي، وكان بعدنا هلا عم نحكي عن دوكيومنتات و هيدا الكوندنساسيون اللي بتصير بتقطع معنا لما نجي بدنا نصب نتغدى، بفتح الطنجرة بكون بعد الأكل سخنة، منلاقي انه على غطا الطنجرة في مي، ودغري بنلقط نحنا بنقلب الغطا هيك بالقلب كرمال ما نتلي الدنيا مي ونشرشر مثلا على الغاز وهالأخبار. ليه؟ لأنه بيكون الطبخة سخنة وعم بيطلع منها لهبة، هاي اللهبة هي فابور دو يعني بالنهاية، ولما يدقروا بغطا الطنجرة من جوا حتكون هذا الغطا أسقع، ف حيتحولوا ل تيصيروا على الاتا ليكيد. اوكي، لكن لا كوندنساسيون اي لو شانجمون دي تا دو ليتا غازو على ليتا ليكيد ال سو في ا اون تمبيراتور كونستانت. اوكي، لكن شو صرنا شايفين لهلا؟ حنشوف بالدوكيمون 8 اللي هو ديفيرون شانجمون دي تا دو لا ماتيير، حنشوف مثل شيما كي ريبريزونت كل شيء شفناه. اوكي، في عنا هون لي تروا زيتا، سوليد ليكيد غاز. اوكي، وفي عنا هون دي فلاش. هلا حنشوف هذا الفلاش هون الاخضر، اذا بنلاحظ هو الاوريجين تبع الفلاش هو سوليد لصوب الليكيد، يعني الترانسفورماسيون دو ليتا عم بصير من الاتا سوليد للاتا ليكيد بنسميها فيوزيون، بيرجع من الاتا ليكيد للاتا سوليد بنسميها سوليديفيكاسيون، بيرجع من الاتا ليكيد للاتا غازو بنسميها ابولوسيون، الاتا غازو للاتا ليكيد بنسميها كوندنساسيون. كل هول الترانسفورماسيون بيصيروا à une température constante، هذا اهم شيء. الفيزيون والسوليديفيكاسيون بيصيروا à 0 دوغري سلسيوس، اوكي، من يعني à 0 دوغري سلسيوس بنسمي point de fusion en point de solidification، والإيفولوشن والكوندنساسيون سو في اون تمبيراتور كونستانت اللي هي 100 دوغري سلسيوس بنسميها point d'évolution. اوكي، conclusion: la chaleur gagnée ou perdue par une substance affecte le mouvement des particules de cette substance. La matière peut passer d'un état à un autre si elle est chauffée ou refroidie. كنا حنا نقدر نغير الاتات تبع الماتير لما نسخنها ام لما نسقعها. لما نسخنها مثل الفيزيون والابولوشن، لما نسقعها مثل الكوندنساسيون والسوليديفيكاسيون. Ok, la solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide en dégageant de la chaleur. Ok, la solidification peut dire en dégageant de la chaleur. La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide en absorbant de la chaleur. On est la solidification, le maille, obtient de la chaleur, peut dire à l'état solide. بالفيزيون السوليد بيربح دو لا شالور، بيسخن تاع التمبيراتور تبعو بيصير على ليتا ليكيد. الايفولوشن اي لو باساج دو ليتا ليكيد على ليتا غازو ان ابسوربان دو لا شالور، الماي غاني دو لا شالور على ليتا ليكيد بتصير على ليتا غازو. اوكي، على الكوندنساسيون اي لو باساج دو ليتا غازو على ليتا ليكيد ان ديغاجان دو لا شالور، لكن هون بيكون عندنا مثلا فابور دو، هالفابور دو بير دو لا شالور، تخسر شالور، ديجاج دو لا شالور، وتصير على ليتا ليكيد. لا تمبيراتور دون سوبستانس بور ريست كونستانت دوران لو شانجمون ديتا. اوكي، هذا بالنسبه لل سوليديفيكاسيون فوزيون ايبوليسيون كوندنساسيون. اوكي، لكن solidification هو الباساج دو ليتا ليكيد على ليتا سوليد، الفيزيون هو من الاتا سوليد للاتا ليكيد، من الاتا ليكيد للاتا غازو ايفولوشن، من الاتا غازو للاتا ليكيد كوندنساسيون، كلهم سو في ا اون تمبيراتور كونستانت، كل وحده شيء، الفيزيون والسوليديفيكاسيون شيء، ايفولوشن كوندنساسيون شيء، بس سو في ا اون تمبيراتور كونستانت، هو عم بيصير هذا الفينومين شو ما كان، فوزيون كوندنساسيون ايبلوسيون ام سوليديفيكاسيون، بيصير ا اون تمبيراتور كونستانت. اوكي، و
ولما كل عم نحكي فوزيون ام ايفولوشن بيكون في عنا absorbance de la chaleur, بتكون الماتيير absorb de la chaleur, بتكون هيدي الماتيير gagne de la chaleur كرمال تقدر تعمل فوزيون ام ايفولوشن, بينما condensation ام solidification بتكون الماتيير dégage ou bien perd de la chaleur. اوكي okay. هذا بالنسبة لهول أربعة فينومين.